فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص لينا، تمام، هتلاقوا برضو عليه العديد من المنح والخدمات، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم فور نزولها. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممتازة جدا في ماليزيا وممولة بالكامل، تمام. طيب زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها الدراسة هي ماليزيا، الجهة المانحة هي يونيفرسيتي ماليزيا، تمام، كبانجسان بانيزيا هي دي اسم الجامعة، وطبعا جامعة من الجامعات القوية جدا وجامعة من الجامعات الحكومية. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دول عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الدكتوراه فقط، يعني لو انت مخلص ماجستير او في اخر سنة ماجستير وعايز تدرس دكتوراه متاح، انما عايز تدرس الماجستير او الدكتوراه او البكالوريوس عفوا غير متاح، تمام. طيب بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي، ركز بقى معايا عشان عندنا تمويل ممتاز جدا. عندك مصاريف الدراسة كاملة بالمجان، مش هتدفع اي تكاليف خالص للدراسة. كمان عندك راتب شهري مقداره 3200 رنجة ماليزي لطلاب الدكتوراه، وده بيعادل 730 دولار، يعني مع رسوم الدراسة انت بتاخد 730 دولار شهريا كراتب شهري، تمام. طيب كمان عندك راتب شهري 300 رنجة كمصاريف للسكن، يعني السكن شهريا كمان، يعني 730 دولار او 3200 رنجة اللي انت بتاخدهم دول كبوكيت ماني او ك يعني مصاريفك الشخصية، تمام. انما هنا عندك كمان 300 رنجة بتاخدهم مصاريف سكن، كمان تذاكر الطيران مجانا من دولتك لماليزيا ذهاب وعودة على حساب المنحة برضو، كمان تكلفة الفيزا لدخول ماليزيا والاقامة على حساب الجامعة، الفيزا برضو والاقامة هتكون على حسابهم. كمان بقى عندك بقى يعني رسوم حضور المؤتمرات واي شيء سوف تكلف فيه الجامعه، يعني ممكن تعمل اكستشينج لحضور مؤتمر مثلا في دوله تانية او في داخل ماليزيا، كل ده هيكون ممول لك على حساب المنحه ايضا، تمام. طيب هنا عندنا جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه، تمام. طيب بالنسبه للتخصصات المتاحه في المنحه دي، عندنا تخصصات عديده جدا، عندك تخصصات الهندسيه بكل انواعها متاحه، عندك العلوم الاجتماعيه، عندك القانون، طب الاسنان، الطب الحيوي، البيئة والتنمية، التعليم، كل ده متاح عندك من تخصصات، تمام. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة، الأوراق المطلوبة في المنحة دي هي أوراق بسيطة مش معقدة. مطلوب منك صورة شخصية ليك، صورة الهوية الوطنية أو صورة جواز سفر، لو مش موجود عندك صورة جواز سفر بتحط صورة البطاقة أو صورة الهوية، تمام. كشف الدرجات لآخر مؤهل دراسي حصلت عليه، ولو أنت في آخر سنة من المؤهل الحالي بتقدم شهادة السنة اللي قبلها، تمام. كمان السيره الذاتيه بتاعتك مطلوبه، تعمل خطاب نيه قوي للمنحه، وتعمل خطه بحث مطلوب لابلكيشن المنحه، تمام كده. طيب هنا عندنا بعض الملاحظات، ان المنحه دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، متاحه لجميع الاعمار، كمان لا تحتاج شهاده لغه للتقديم فيها بشكل الزامي، ويمكنك التقديم اذا انت خريج او في اخر سنه من المؤهل الحالي اللي هو الماجستير، تمام كده. طيب ازاي ممكن تقدم في المنحه دي؟ للتقديم في المنحه دي عندك اولا بتملى ابلكيشن التقديم للجامعه وابلكيشن التقديم للمنحه. ركز بقى هنا عشان هنا مش ابلكيشن واحد، هنا تو ابلكيشنز، تمام. عندنا اتنين ابلكيشن، هما ابلكيشن بتقدم للجامعه فيه عشان تتقبل في التخصص اللي انت عايز تدرسه، وابلكيشن المنحه نفسه عشان يقيموا طلبك وحاجتك للمنحه دي واذا انت هتكون من الناس اللي هتتقبل فيها، تمام كده. طيب اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 14 يوليو 2021، ما تبقاش وقت طويل، لسه تقريبا ممكن نقول 11 يوم او حاجه، فتجهزوا نفسكم في اسرع وقت وتقدموا للمنحه. كمان عندنا هنا بعض الملاحظات، ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وكمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه منحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، كمان خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي، وخدمة التقديم على الكورسات لزيارة مؤهلاتك وحظوظك في المنح والفرص، تمام كده. طيب هنا هتلاقي رابط خدماتنا الإضافية، وكمان رابط خدماتنا الإضافية ده هتلاقوه موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان زي ما احنا قلنا هنا بتملأ الاستمارة الخاصة بالخدمة اللي انت عايزها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء، تمام كده. طيب
بالنسبة هنا تعالى بقى نشوف الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي أنا قلتها. هنضغط على الإعلان الرسمي، هيفتح معانا وهيكون موضح فيه كل حاجة أنا قلتها، تمام؟ والمنحة دي بتقدم كمان للطلاب الانترناشونال والطلاب الدولي والطلاب الماليزيين، يعني لو أنت طالب من خارج ماليزيا أو طالب ماليزي المنحة دي أيضا بتقدم ليك، تمام؟ فهنا هتلاقي التفاصيل الخاصة بالمنحة، بيقول لك هتقفل يوم 14 يوليو، تمام؟ وهتلاقي برضو هنا الجايد لاين بتاع الابليكيشنز وهتلاقي كل التفاصيل، تمام؟ طيب دلوقتي شفنا الاعلان الرسمي، خلينا بعد كده نروح بقى نشوف كيفيه التقديم. طبعا احنا قلنا التقديم بيكون على مرحلتين، ابليكيشن الجامعه وابليكيشن المنحه. طيب هتروح هنا عند ابليكيشن الجامعه وتضغط عليها، لما تضغط على كلمه ابليكيشن الجامعه هيفتح معاك بالشكل ده، هتروح للجزء ده هنا وتضغط على كلمه ابلاي ناو في الجزء ده، تمام؟ طبعا انت لما تضغط على كلمه ابلينا هيفتح لك صفحه ثانيه فيها كرييت اكونت، تحط بقى الايميل بتاعك وتحط اسمك وتعمل كرييشن للباسورد. ولكن هنا عشان انا بالفعل مسجل في الابلكيشن هتعمل دايركت على طول للاكونت او هيتعمل له لوج ان مباشره، تمام؟ فهيظهر معايا هنا الابلكيشن بشكل مباشر، تمام؟ وهيقول لك بقى اول حاجه دي اجزاء الابلكيشن، كل جزء من دول لازم تملاه يعني كاملا. طيب هتلاقي اول حاجه هنا بيقول لك اختار البرنامج، بتختار طبعا بقى بتعمل فول تايم، وبعد كده بتختار المرحله الدراسيه اللي انت هتقدم عليها، تمام؟ درجه الدكتوراه مثلا وهكذا، وبتملى كل التفاصيل دي وبتملى التخصص اللي انت عايز تقدم عليه. بعدين خلاص مليت البروجرام، بتروح للبيرسونال ديتيلز اللي هي المعلومات الشخصيه بتاعتك بقى، تمام؟ بتبدا بقى انك تحط معلوماتك الشخصيه، رقم جواز السفر بتاعك، اسمك، تاريخ الميلاد، الجندر بتاعك، تمام، الديانة بتاعتك، هل انت عندك اي اعاقة مثلا، والحالة الاجتماعية بتاعتك وجنسيتك وهكذا، تمام؟ خلصت الجزء ده بتروح للجزء اللي بعده، حاجة اسمها اكاديميك كواليفيكيشن، تمام؟ والاكاديميك كواليفيكيشن هي بقى الحاجات السابقة بتاعتك، يعني ايه؟ يعني اتخرجت من مدرسة الثانوية، كان اسم المدرسة ايه، التفاصيل بتاعتها، درجة البكالوريوس حضرتها في اي جامعة في اي دولة، درجة الماجستير نفس الشيء، فبتحط مؤهلاتك التعليمية هنا. بعدين ما تخش على الجزء اللي بعده اللي هي الامبلويمنت هيستوري، لو انت طبعا اللي محطوط عليه علامة النجمة كده بالشكل ده يعني مش الزامية، تمام؟ اللي محطوط عليه علامة الاكس دي يعني الزامي، يعني اللي معمول بالاحمر ده الزامي، اللي معمول باللون ده الازرق الشفاف ده مش الزامي، تمام؟ فهنا بقى لو انت مثلا عندك خبره عمليه، اشتغلت في حاجه سابقا، سواء عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، بتحط كل التفاصيل دي. بعد كده الانجليش لانجويج بروفيشنسي اللي هي مقدرتك في اللغه الانجليزيه، طبعا زي ما انا قلت مش مطلوب منك شهاده لغه انجليزيه، تمام؟ لكن لو عندك اي شهادات بتضيفها، كل ده بتضيفه هنا لو عندك اي حاجه من الحاجات دي، تمام؟ ولو ما عندكش بتعمل نان اوف ابوف دي، تمام؟ بعدين بتخش على ريفرنس، ريفرنس اللي هو التوصيات، تمام؟ مطلوب منك تحط 2 توصيات اونلاين، فبرضه بتحط الريفر 1 والريفر 2 وبتكتب بياناته، تمام؟ ممكن يكونوا اساتذه جامعيين او اشخاص اصحاب عمل انت اشتغلت معاهم. والانتروديوسر اللي هو زي يعني مقدمه كده عن نفسك وما الى ذلك، تمام؟ دي بيرسونال، بتكون بيرسونال ديتيلز زي مقاله كده بتكتبها عن نفسك، تمام؟ بس عشان تظهر لك المقاله دي لازم تكون مكمل البيرسونال ديتيلز في البدايه، دي مقاله بتحطها عن نفسك انت. بعدين الفاينانشال سبورت اللي هي بقى الجزء اللي انت بتختار فيه التمويل بتاعك، تمام؟ وبتحط مثلا نوع التمويل، انت هتقدم كمنحه ولا هتقدم بنفسك وهكذا، تمام؟ وتملى كل الخانات دي، ده لو هتقدم المنحه، وتكتب اسم المنحه، تمام؟ طيب بس انت هنا لو هتقدم على المنحه اللي احنا بنتكلم عليها فاسم المنحه ده اسم المنحه يا جماعه، تمام؟ اللي هو موجود في الاعلان الرسمي، لما نيجي نفتح الاعلان الرسمي تاني، تمام؟ موجود في الاعلان الرسمي اسم المنحه، بتاخده وبتكتبه هنا في الجزء بتاع السكولارشيب، هنا بتكتب اسم المنحه، تمام؟ اسمها هيظهر معانا دلوقتي، تاخدها من الاعلان الرسمي، بتاخدها كوبي بيست كده زي ما هي موجوده وبتحطها على طول في الجزء الخاص بيها في الابلكيشن، فده الاسم بتاعها فايس تشالنجر، تمام؟ بتحطها بتاخدها كوبي بيست كده، تمام؟ وبتروح جاي ضايفها في الجزء الابلكيشن هنا، تمام كده؟ ده اسم المنحه. خلصت الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده السبورتنج دوكيومنت، الوثائق المطلوبه منك، تمام؟ هنا في الوثائق المطلوبه منك بتحط بقى يعني صوره شخصيه ليك، خطه بحث بروبوزال، موتيفيشن ليتر، تمام؟ هكذا يعني لو انت مثلا خدت قبول، تمام، من مثلا من احد اساتذه الجامعه، الستاف مثلا بتاع الجامعه او احد
يعني الاساتذه اللي هيكونوا مشرفين على تخرجك بتحطها، لو مش معاك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. تمام، دي اذر انفورميشن، معلومات اضافيه بتضيفها عنك مش مطلوبه بشكل الزامي. تمام، بابليكيشن لو عندك اي بابليكيشنز بتضيفها. وبعد كده الايدنتيتي فيريفيكيشن اللي هي التحقق يعني من المعلومات وكده. تمام، هنا بتضيف الكوبي اوف باسبورت بتاعتك وبس كده. تمام، بعد كده بتروح بقى لاخر جزء عندك اللي هو الابلكيشن فيز، اللي هو الرسوم الدراسيه، مش الرسوم الدراسيه عفوا، الرسوم الابلكيشن نفسها. هنا مطلوب منك رسوم ابلكيشن 100 رينجت، ودي حاجه بسيطه قوي مقارنه مع جامعات تانية، يعني دول بيطلبوا يعني حاجه بسيطه. والرسوم الابلكيشن دي بتطلب عشان يتم مراجعه الابلكيشن بتاعك، وزي ما انا بقول كل مره ده بيكون افضل بكتير، لان ده يعني ما بيكونش في تنافس كده في التقديم على المنحه، مش كله هيدفع الرسوم، فبالتالي بتكون انت فرصتك في القبول بتكون اكبر. تمام، بعد لما بتدفع رسوم الابلكيشن خلاص انت كده بتبقى كل الامور تمام. بعدين بتعمل كومبليت بيمنت والديكلاريشن، خلاص بتاكد على كل البيانات ملأتها، وبتضغط على سبميت الابلكيشن، بيطلع لك كلمه سند دي او سبميت، بتضغط عليها ويبقى انت كده قدمت للجامعه بنجاح. تمام كده. طيب نروح بقى للخطوه الثانيه ونروح لابلكيشن المنحه. في عندنا حاجه اسمها ابلكيشن المنحه، بتضغط عليها بيفتح معاك ابلكيشن المنحه. ده بتملاه بعد لما بتملى ابلكيشن الجامعه. انت عندك خطوتين، ابلكيشن الجامعه وابلكيشن المنحه. وابلكيشن المنحه هنا بسيط، هو في شكل جوجل فورم، مش محتاج يعني بقى تعمل كرييت اكونت ولا الكلام ده كله، هو في جوجل فورم. هنا بيديك تفاصيل في البدايه عن المنحه، بعدين بتضغط على كلمه نيكست، بتخش على الخطوه اللي بعدها عشان تشوف باقي الابلكيشن الخاص بالمنحه. تمام، هنا بقى في الابلكيشن الخاص بالمنحه بتحط اسمك، تاريخ ميلادك، تحط بقى صوره جواز سفر بتاعتك تاني. تمام، بتكتب الجنسيه اللي انت جاي من، او جنسيتك والدوله اللي انت جاي منها والدوله اللي انت مقيم فيها. تمام، طبعا ديانتك بتحطها ايه، الجندر بتاعك، كل ده بتضيفه هنا. تمام، بتحط بروبوزل كمان مطلوب، دي كلها بيانات شخصيه، بتحط البروبوزل بتاعك هنا. تمام، و السي في بتاعك. تمام، وديسكريبشن ليه انت اخترت المنحه دي، او موتيفيشن ليتر ليه اخترت المنحه دي. بعد لما بتملى كل دول بتخش للخطوه اللي بعدها. طبعا مش هينفع ادخل الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها بتكون بسيطه جدا، ان هي خلاص بتعمل ريفيو للفورم ده، وبعدين بتضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. تمام، فكده يبقى احنا عرفنا ازاي نقدم للجامعه ونقدم للمنحه. منحه ممتازه جدا وممولة بالكامل، حتى رسوم الفيزا بيشملوها. تمام، ما تنسوش اخر ميعاد قريب جدا 14 يوليو، وكمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا من خلالنا، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.